السلام عليكم يا ايها المشاهدين ديالنا، نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما كتشوفوا معنا بصراحه احنا خارجين وكنا نشاركوا معكم هذا الفلوق هذا من الاول حتى الثاني ان شاء الله. وبصراحه الله راه اخوكم ياسين طالع له الدم، ربحنا 200 درهم انا وهدى اختي. يا هدى هذا 200 درهم اختي حلاله طيبه، هذه نفرحوا بها هذا النهار هذا ناكلوها ولا نديروا اللي بغينا نديروا. اه لا ماشي شغلو فيه، مهما اننا دينا في التحدي 200 درهم اخوتي، فاحنا مخرجنا هاد النهار ياسين هاكا ريان هاكا فرح معنا. قول المشاهدين غتشري لي ماما كادو، كادو قول لهم كادو ماما، كادو ماما وي ولدي الحبيب. وان شاء الله يا ربي عندي لكم واحد الاقتراح صراحه الله كنتمنى لكم تعاونوني فيه، لان ضغط ضغط بزاف وما عارفه شنو غادي ندير. ودائما ملي كندوخ كنشد الضغط وكنشارك مع المتابعين ديالي الافكار ديالي ان شاء الله. واخا جاتني يعني في واحد الظروف اللي شويه قاصحه، ولكن ان شاء الله غادي نشارك معكم كل شيء البسيط واللي غادي نوجدو ان شاء الله. كنتمنى تقبلوا عليا في هذا الشيء هذا. بصراحه جاي عيد ميلاد ولدي ريان وقررت انني ندير له شي عيد ميلاد بسيط على قد الحال ان شاء الله يا ربي الحبيب. وقلت ان شاء الله نشارك معكم وتقولوا لي افكار شنو نقدر ندير في عيد ميلاد. يعني انا ما ديجا ما درتوش عيد ميلاد فاش كان عنده عام، وبقى فيا بقى فيا عرفتي قلت والو عامين عندي يعني واحد سبحان الله واحد الفرحه كنقول والو يا ربي تكمل علينا هذه الفرحه، ما تجيش شي حاجه ان شاء الله اللي غادي يعني تقدر تلغي هذا الشيء هذا ان شاء الله يا ربي. والفرحه الثانيه هي واحد الفرحه غنديرها ان شاء الله الوالده غنبارطاجيها معكم، وهذيك هي الفرحه الكبيره ديالي ان شاء الله. ياك اختي هدى كي جاتك الفكره؟ لا وعلى صح انا معاك، ما باني عندي شويه باني شاركي معنا. انا معاك اختي، الى خدك اختي هدى وشكرا لك انت بزاف حيت كنلقاك معايا الصديقه ديالي والاخت يعني فيها كل شيء والله القسم. لك حبيبه وشرف لي حيت انا معاكم وفي وسطكم والله. كنت متكيه المشاهدين جا عندي ياسين اختي تيتيش قالت لي يلاه تمشي معنا كتهم ضروري اي حاجه فيها يعني شي حوايج يداروا زوينين انا معاكم والله. الى خدك مسكينه فاش اقترحت عليا هي الفكره حتى هي برافه عجباتها وقالت لي يعني غير زيدي الحمد لله داكشي اللي غديري راه زوين زوين بزاف. ودابا ان شاء الله حنا خارجين ناخذوا فكره على حساب داكشي ديال الاكسسوار ديال ريان ديال عيد الميلاد، ومنها ان شاء الله غادي ناخذوا ان شاء الله شي حاجه للوالده ديالي كهديه ان شاء الله العواشر. وراكم عارفين العواشر الا ما فرحتوش الوالدين راه ما كاين والو، لا دخلوا العواشر عليكم وما دخلتوش عليهم غير شميعه غير شميعه تضوي عليهم. اقسم بالله ما يعني ما راكم مسكتين اليوم. انا كنحس براسي والله اختي هذا غير شريت لا غير شي حاجه بسيطه غير تقاشر عرفتي كتفرح بهم اقسم بالله كتحس براسها فرحانه. حتى انا حتى انا ماما كذلك والله ياك والله قاسم واخا الحمد لله ما خاصها خير ولكن عطيتها غير شي حاجه سبحان الله تنحس لا لا داكشي اللي كاين. وحتى حنا عاوتاني ما درناش لوالدينا ما نكذبش عليك ما تحسوش براسنا مرتاحين صح داكشي اللي كاين. الله يخليهم لينا دائما ان شاء الله نبقاو نديروا لهم ويديروا لنا حتى هما راه ما كيعيني واخا حنا مزوجين الحمد لله وبرجالنا والحمد لله بكل شيء ديالنا، ولكن الوالدين ديالنا دائما كيرفدونا الهم دائما رافدين على ولادي الحمد لله الاولاد يعني انا ولد ولاد اخوتي ماشي غير واحد عرفتي غير انا شحال عزت عليهم كيحماقوا عليك. ريان هضر مع المشاهدين ديالك كيفاش عيد الميلاد اش 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 سنة حلوة قول لهم سنة حلوة واش نديرو سنة حلوة ولا بناقص؟ هضر اليوم يلا قول لهم قول للمشاهدين قول لهم مستعدين قول لهم تنبعيكم قول لهم تنبعيكم بزاف ميلاد ميلاد والله العظيم الصراحة اللي كيبغي ريان وكيحمق على ريان هنا غيبين ليا هذه الفرصة فاش غتبينوا لي الحب ديالكم لولدي ريان. الصراحة أنا عندي فيكم واحد الثقة كبيرة كبيرة بزاف لأنكم كتحمقوا على ولدي ريان. إن شاء الله غنتبارطاجيو معايا أفكار وتبارطاجيو معايا بزاف د الحوايج أنا تالفة والله إلا طالعة وتالفة أقسم بالله، ولكن أهم حاجة هي دينا لياسين 200 درهم قصينا في واحد التحدي غتشوفوه إن شاء الله في قناة محبوبة إن شاء الله غيتبارطاجيو حتى الفيديو إن شاء الله. هاي أرحبي هاي راه معانا وطالع له الدم هاي الله ينصر سيدنا والله يزيد في مداده والله يقوي علينا عادو الله ينصر سيدنا ويزيد في مداده ويقوي علينا عادو
يا ربي داكشي اللي كاين والله العظيم انا نبقى نغنيها ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو غتشوفوا معنا بزاف ديال الحوايج غادي نقضيوهم ان شاء الله. اخليكم معنا حتى نوصلوا لعين المكان ان شاء الله، راه باقي ما وصلناش. وياسين مقلق بغى يتفص بغى يطرطق، قال لك اللي بغى يطرطق غير يطرطق. ها هي ديا ها هي ديا هي درتو هدية انا فمي ديز عليا صراحه انا فمي ديز عليا الله يصفنا والله يصفنا ويخلي لينا شمتوني فداتي والله الا عرفتي 200 درهم حلال طيبه جالسين انا وهدى في السطح تدبرنا على 200 درهم عرفتي كنا زيرو درهم ما عندناش الاشياء كامله حنا كنخدموا انا وياها 100 درهم اخوتي 100 درهم بحال دابا انت شنو تقدري ديري بها بلا كذوب 100 درهم نقدر ندير بها بزاف د الحوايج اخي مثلا قال هذه 100 درهم ديالي لا حتى هذه القضيه ديال 200 درهم جاتك بحلاوتها جاتني بحلاوتها اقسم بالله عرفتي علاش حيت ديتها له سكاره في ديتها لي والله العظيم الا نتوما التحديات معكم ما خدامينش ديتها سكاره في داكشي اللي كان خدامين جاتي تيش ديري واحد القضيه خلصي علينا بها شي عشاء عرفتي ديك هو انت محشاوه كيكس تايكس قلت لهم شي حاجه ما عجبتهمش كيقول غادي ندير معكم واحد التحدي قدام المتتبعين شنو الا درتو الا درتو معايا غادي نزيدكم واحد اخرى يلا حسين انا غنعرفكم الا درتو التحدي غنزيدكم واحد اخرى كون قد كلمتك قد هاد الفيديو ما يتحيدش منو هادشي اللي غادي نقول والله ما نحيدو انا اللي غنمونطي ان شاء الله هذيك 200 درهم غتاخذوا لي بها دابا شي حاجه انا نبغيها انا بجوتي انا واعطيكم 200 درهم اخرى غدا يلا كي تسكن ايه قلبي يلا حلي ولا قلبي شريوا لي بها هذيك شي حاجه وغدا غادي ناخذ لكم شي حاجه نعطيكم 200 درهم غدا ما نخرجوش عاوتاني لا تخرجوا لا بحال قلتي غتكوينا بشحمتنا انا بركانيه انا تحيا البركنا خوت انا بركنا مطورين انا غنشريك 200 ديالك إيه؟ وانت غترد لي 200 ايوا واش بغيتي؟ ايوا اختار ب 400 درهم علاش؟ حيت انت قلتي لي دابا خاصك ولا صح ولا ما قبلتوش بالتحدي غندير لكم انا 200 درهم لا سمح لي ما قبلتوش بالتحدي دابا لا سمح لي سمح لي ما قبلتوش قدام المشاهدين 200 درهم من نوليو رمان هنا فزرو المشاهدين ديالي صراحة الله إلا فرحنا عندنا رضا وواحد الجو زوين زوين بزاف دابا تيتي شو دابا بزاف الناس سولوك على الخطوبة ديال أميمة ما جاوبتيهمش سولوك على بزاف د الحوايج ما كتجاوبوش صراحة الله واش عرفي أنا والله ماشي ما كنجاوب أنا تخيلي الناس كيصونيو عليا وكيباركو تيقول لك مبروك على سيبتك الله يكمل عليها بالخير ولكن قالك ودي ما فهمناش واش خطبتو واش عطيتوها او لا ما عطيتوهاش او لا دابا ان شاء الله مادام شاركتي معنا المتتبعين مادام انني طرحت عليكم الفكره وبارطاجيتها معكم ان شاء الله غادي نقول لكم كل شيء من الاول حتى التالي ان شاء الله يا ربي خصوص اختي اميمه اللي بصراحه الله اش غنقول لكم واحد الانسانه ظريفه ما قالوا لك المتتبعين نهار الاول كنتي كتقولي لهم خاصها تكمل قرايتها وتبارك الله اميمه انا متتبعينها جابت 16 هذا العام ما تعرفوا عاوتاني والله جابت 16 في الباك دابا هي كتقرا في الباك تبارك الله جابت 16 في المعدل وهي دابا عندها الدوره الثانيه وعدات هاتي تيجي قالت لها الا جبتي 16 ولا 17 غنشري لك الايفون ولا ما خداتوش الا ما جابتش وين موالفه كتشاركي مع المشاهدين ديالك صراحه الله انا اولا ناخذوا ليها كنقول لها غير ولكن دابا تزوجات راه راجل غنشري لها وعاوتاني البنت اللي قالت لك انا بغيت نتزوج لا انا نهار بغيت نتزوج قلت لهم لا صافي انا الانسان كيدير الوقت هادي الوقت هادي انا كنثق بواحد الحاجه سميتها يعني الحب يا شنو اودا ياكي تنتي معايا في الفكره البنت اللي بغات يعني الدري راه تقدر تكمل معاه وتكمل معاه حتى من الزيرو ولا المهم يكون عندك حتى حاجه ولكن الا ما كانتش كتبغي راه دير عليه وتدور المستحيل تبعد منه منهم انا حياتي فاش تزوجنا ما كان عندي والو الحمد لله ربي فيض علينا الخير الحمد لله على هذه النعمه اللي عطانا الله وكنتمنى ان شاء الله يا ربي نكبروا وليداتنا هكا يعني نشوف هاد المسيره ان شاء الله يا ربي وحلال طيبه طبعا ما كنغيروا حد ما كنديو ديال الناس الحمد لله كنخدموا على راسنا واخدين الثقار ديالنا هذا هو الاهم دابا تي ترجعي جاوبي الناس على الخطوبه د اميمه نجاوب تهربي الناس تي صراحه قال لك انت كتقولي لهم اختي خصها تكمل قرايتها لان صراحه انا مع الفكره انا والله المتتبعين ما نخبي لكم شي حاجه لكن المتتبعين وحدين جاو من اوروبا وحدين واحد السيده كانت جات من هولندا جات باش تخطب اميمه وما بغاو الصراحه مني دار تيتيش قال لك اودي دابا البنت ما واقفاش على الزواج وخصها تيتيش ما كتفكرش حاليا في الزواج
ومؤخرا شحال من وحده ياسين كيتصل بينا وكيقول لك انا وين المعقول نمشي وعافاك يعني بحكم العائله ديالك كيشوفوا هاد الدرويشه وهذا كتعجبهم ديك اللمه ديالنا وسبحان الله العظيم مقبولين يا ربي بقاو يعني على هاد الصفه هادي ان شاء الله يا ربي. بصراحه والديا ناس دراوش بزاف دراوش لواحد الدرجه ما تصوروش والله العظيم والله يحببنا في خلق الله الحمد لله يا ربي. وكما قلت لكم خلي ياسين بعدا يمشي يخدي لي واحد الغرض و200 درهم اش تشد لنا الموافقه؟ لا ما عندي علاش نشد الموافقه. قبلات ولا ما قبلاتش؟ لا صراحه ما قبلاتش، ولكن كما كتقول تعرفوا اختي هدى وميم اختي كتقرا وباقا صغير ورام يعني ما قدروش نغامروا. مسؤوليه من دابا ما نقدوش حتى حنا نغامروا بها، نبقى نقولوا لا تجوجي من غدا ولا هذاك يعني الامر كيبقى ديالها، ما نقدرش انا نبزز عليها شي حاجه، خصها تكمل قرايتها هذه هي اللي غنقدر نبزز عليها ونقدر يعني نغوت عليها ونتخاصم معاها غير على حساب القرايه ديالها تكملها. رانا ما قراتش راه هي خصها تعاون والديها، كتشوفهم يعني الحمد لله ما عندهمش وما خاصهمش، وانما كتقول حتى انا خصني نعاون ماما نقرا نوصل ان شاء الله حتى انا نرد لها شي شويه. والواحد كيقرا اختي هدى غير باش يرد شويه للوالدين والله الا امين حبيبه ديالي. ويمكن طولنا على المشاهدين ديالنا ياك لا شوفي شحال ياك لا ما طولنا معاهم والو ان شاء الله يا ربي. بصراحه الله اليوم جينا كما قلت لكم ناخذوا بزاف ديال الحوايج ان شاء الله يا ربي، وناخذ واحد الكادو لماما يعني للدار كامله ماشي غير لماما. كادو لأميمة ناخذو لها، خديت لها كادو ولكن باقي كتسني كادو علاش؟ حيت مسكينة أي قرار يعني كتحاول مسكينة تقول لي هكا ولا هكا شنو ندير شنو، كنحاول نوجهها أنا غير الخير، داكشي اللي مريت منه أنا. أميمة المشاهدين صراحة نقول لكم تتسمع لتيتيش بزاف كتسمع لي بلا قالت لها تيتيش شي حاجة ما تهضرلهاش في وجهها تتحمق على رايات وتتسمع لماماها شنقول لكم والله العظيم ونعم البنت. وصراحه انا امنيتي نشوف اميمه في المرتبه اللي تمنات عندك اميمه وعندك حاله وقسم بالله ما قلبي داكشي اللي ما وصلنا ليهش حنايا تنتمنى ربي نشوفها علاش حيت حنا ولينا كنتسحونا على القرايه وصراحه ما كناش تنسمعوا لهم، ولكن دابا اي وحده لقيتها تتقرا تنقول لها زيدي كملي قرايتك. الجواج ماشي هو كلشي لا والله ما شو الجواج ماشي كلشي ولكن في واحد العمر سبحان الله العظيم بنادم صافي كيوصل كيقتنع باقا صغيره. لا انا دابا راه اميمه عندها شي 18 عام تقريبا بلا 19 كانوا زمان 18 عندها وليد ولا بنيه، ولكن هذا الزمان تغير ما بقاش بحال تغيرات الوقت ويعني الوقت بغات انك تكوني مقيده ماشي عاد دير واحد الخطوه وتندمي عليها هكا ماما ها. مهم مشاهدين ديالنا خليكم معنا ان شاء الله يا ربي حتى نمشيو ناخذوا داكشي اللي بغينا وبلا ما نطولوا معكم الفيديو. نعم يلا على بركه الله ديتي الغرض صافي ديت الغرض يلا خليكم معنا.